حقوق الأقباط داخل كنيسة القيامة. للأقباط، الأقباط لهم حقوق كثيرة داخل كنيسة القيامة، بتساوي حقوق الطوائف الأخرى من السريان، من الأرمن والروم واللاتين والسريان. للأقباط الأحقية بالإقامة داخل كنيسة القيامة، هذا أول حاجة. ثاني حاجة، إلنا كنيسة خلف القبر المقدس، ومن حقنا وجود أب حارس فيها، ففقط الأقباط الأرثوذكس والروم الأرثوذكس اللي إلهم الأحقية لوجود حارس على الروتوندا، أو الأب الكاهن أو الأب الريس على الروتوندا، الروتوندا اللي هي حوالين القبر المقدس، بالإضافة للبخور الدوري اليومي، للبخور الدوري اليومي اللي بيكون بالليل وبالظهر، بالإضافة لقداسات الأقباط اللي هي بتكون يوم الأربع والجمعة، عشية يوم السبت والحد، وطبعاً الأعياد السيدية الكبرى. قداساتنا بتكون في كنيسة القيامة، وإحنا بنحتل أو مكاننا هو رأس القبر المقدس، رأس القبر المقدس. ألو سمعني؟ أنا سمعك، اتفضل. إحنا عندنا رأس القبر المقدس كمان، كنيستنا على رأس القبر المقدس. أنا عاوز أعرف، هل بيبقى فيه أمور مختلفة في الأيام العادية؟ يعني مثلا الأيام العادية بيبقى فيها طقوس مختلفة؟ أصل أنا سمعت من شوية كنتوا بتتكلموا عن موضوع البخور ده حاجة تقليد يخص كنيسة القيامة بس. نعم. هل على مدار الأيام التانية في حاجة مختلفة زي البخور؟ خاصة بكنيسة القيامة، هاي تقاليد خاصة بكنيسة القيامة بيحكمها نظام الستاتوس كو أو الوضع الراهن، فهي خاصة فقط في كنيسة القيامة. حالياً موكب الأقباط الأرثوذكس بينزل متجه إلى كنيسة القيامة. أنا كنت لسه بسألك، متجهين إلى كنيسة القيامة. تفضل تفضل. إحنا حالياً متجهين إلى كنيسة القيامة. إحنا شفنا من بدري الباب كان مقفول واتقفل بالمفتاح، وبعدين أنت قلت لي يعني حطوا الأختام، بيتحط الأختام على القبر، وقلت لي العيلة بتحط الختم بتاعها وبترك الروم كمان. إيه اللي بيتم بعد كده؟ بعد هيك بتتم الدورات حوالين القبر المقدس، بيفكوا الختم وبتتم الدورات حوالين القبر المقدس، بتتم الدورات حوالين القبر المقدس. الأنبا أنطونيوس بيكون يعني بيخش إمتى القبر؟ إلى أستاذ داود سمعني؟ أستاذ داود احنا بنشكرك جدا، انا عارف طبعا يعني المراسم دلوقتي صعبه طبعا، زحمه قدام، في عنده التزامات كمسؤول. صحيح.